العالم عم توقف بالطوابير لتشتري خبز وتقدر تعيش، ولكن في حال ما أكلت خبز هل رح تموت؟ ليش اليوم بتنطر كل هالفترة تجيب ربطة خبز؟ مضطرين، عنا عائلة بدها تاكل أخي. اليوم ما في بتحس إنه في بدائل عن الخبز تستغني عن هيدي المرة؟ والله هلا صرنا عم نفكر هلا نخبز بالبيت، يعني إذا بصرنا كيس طحين أحسن لما الوقفة هيدي هون. مش حتى ما بتستبدل عن موضوع برز أو معكرونة أو برغل؟ عملنا كرهنا عجنة بطننا المعكرونة. شو هو الشيء بخليك تستغني عن الخبز؟ والله أنا ماني حابب بقى لا آكل ولا شيء، حابب سافر وروح أترك البلد خالص، وأنا جاي من السفر وندمت على الساعة اللي جيت فيها. رزيني الوقفة 3 ساعات كرمال ربطة خبز؟ أنا معي فتاق، عفوا والله العظيم حاوقع بالأرض مرة، معي حاوقع، رحت قعدت ساعة. كل هيدا الشيء رغم كل هيدا المرض اللي معك حرزاني توقف 3 ساعات لتاخذ طيب انا شو بعملها؟ انا يعني اذا بالنسبه لي مو مشكله، بس في اهلي، امي مريضه وما في حدا، اخواتي، طيب مين بده يجيب لهم خبز؟ انا غصب عني جاي واقف هون والله العظيم. لسه لك ناطر هون؟ صرنا شي ساعه وشوي. طيب اليوم كرمال توقف ساعه او اكثر كرمال تجيب ربطه خبز، وبعد المشوار مشان تعمي اهلي، عشان طعمي اهلي. ما في اليوم بديل برايك عن الخبز؟ يعني رز مع كورونا برغل، اكلنا مجدره، اكلنا رز، اكلنا مكرونه، خير الله. وبعدين شو برايك البديل عن هيدي الوقت، بديل عن انه ناكل خبز؟ طب هذا ابسط امور، يعني هذا ابسط، هذا الخبز اليومي للمواطن، يعني في اقل من هيك يعني؟ طب يعني هذا ما بيعتبروه شو؟ يعني بديل قصدي انك تاكل بالبيت، يعني مثلا ممكن تستبدل الخبز بالرز او في طب تاكل رز كل يوم، حمص كل يوم، او فاصوليا كل يوم، هذا ما كمان لا ما ما ما, ما ممكن يصير اذا اكلت في شو يعني مثل بيقولوا ما يصير تلبد يعني. الطوابير ما زالت متراكمة امام الافران وتتزايد يوما بعد يوم، إشكالات يومية بين المواطنين وصل بعضها للسقوط قتلى في مناطق عدة، وكل ذلك من أجل ربطة خبز لا أكثر. ولكن السؤال الأهم، هل تدعو الحاجة الوقوف لساعات طويلة أمام الأفران من أجل رغيف الخبز؟ وماذا لو لم يأكل المواطن الخبز أصلاً؟ ماذا سيحدث؟ خبز هلأ هو بالنسبة للعالم هذا الأكل اليومي اللي هن بيعتمدوا فيه على بالنهار تبعهم الترويقة، ممكن يمرقوا بالغدا والعشاء، هن يعني كتير كان هذا غذاء أساسي للعالم الخبز بنهارهم اليومي. لنريح العالم إنه الأكيد إذا ما أكلنا خبز ما حنموت. هلأ في ناس أكيد اللي هن ما عندهم إلا خبز ببيتهم، هدول اللي هن أكتر شي عالم متضررين، بس عم نحكي إن جنرال إذا نحنا ما أكلنا خبز ما يعني نحنا حيصير معنا شي أو حننأذى أو حيصير معنا أمراض، أكيد لا، يعني فينا نستغني عن الخبز بحياتنا. ما نقدر نشبع أو هيك، في شي يعني في شي بدائل بتخلينا ما نشبع؟ أكيد نشبع. أكيد في بدائل، كل شي عنا بحياتنا في إله بديل، والخبز من هدول الأشياء أكيد في عنا كتير بدائل للخبز. اليوم في الناس عم تتخوف من إنه عدم وجود الخبز لأنه بتعتبره عنصر غذائي يمكن كتير مهم، شو هي البدائل عن هيدا الموضوع حتى يكون الغذاء تبعه متكامل؟ فينا نلجأ للخبز الأسمر أو القمح الكاملة أو الشوفان، هذا أكيد بديل. لكن ما في أزمة على الخبز الأسمر لأنه العالم ما عم تقصته، يعني في حال ردوا عليك حيصير في طوابير، حيصير في أزمة خبز أسمر كمان. مزبوط. وغير الخبز في عنا كتير بدائل كنشويات، يعني عنا الرز، البطاطا، المعكرونة، البرغل، هذا كلياته، وحتى الشوفان هذا كلياته هو بديل وكمان صحي على للخبز. هلا في ناس هتستغرب انه الرز ولا معكرونة بديل صحي، اكيد بديل، وكلياته نحن فينا ناخده، ما حننصح اذا اكلنا رز ولا معكرونة طالما نحن عم ناكله بالكمية يلي نحن لازم ناكلها. فينا نفوت على الترويقة اللبن او الجبنة، فينا نكون عم ناخده مع توست بدل الخبز او مع كعك كمان اللي هو متوفر بالافران. اما بالنسبة للغدا فينا مثل ما عم نشوف هوني منا مستعملين الخبز، مستعملين الرز مع البازيلا واللحم اللي هو فيها كل العناصر الغذائية، إن كان نشويات ولا بروتين. كمثال البازيلا طبعا ممكن تكون بدل بازيلا فاصوليا 100%، أو فينا نكون هون عم ناخد الخضرة السوتي مع اللحمة كمان، هذه فيها كل المغذيات اللي نحن بحاجة لها بنهارنا اليومي. فينا كمان هو السؤال الأهم، شو البديل عن اللحم كمان؟
بديل عن اللحم في عنا السمك وفي عنا الدجاج كمان. هذا لا كبديل اقتصادي مش كبديل. بديل اقتصادي في عنا البازلة اللي هي البروتين النباتي أو الحبوب بشكل عام 100% لهذا الحبوب النباتي. سو كمان هو أرخص بكتير من البروتين الحيواني اللي نحن بناخده بحياتنا اليومية. وقت نحن نقول إنه ما لقيتوا خبز روحوا كلوا رز، هل اليوم صحيا أنا إذا كل يوم أكلت رز كبديل عن الخبز هل هذا الشيء يعتبر شيء صحي؟ هلا اكيد ما انه صحي اذا انا كل يوم كل يوم كل يوم فيني بدي اخذ رز، اكيد ما انه شيء صحي. بس مثلا اذا مرق هو اجمالا نحن حناخذه على الغداء، اذا مرق يومين ولا ثلاثه بالاسبوع عم ناخذ رز، فينا بالايام الثانيه نكون عم ناخذ مثلا بطاطا، فينا نكون عم ناخذ معكرونه، هذا كلياته بكمل بعضه. فنحن هل الرز له نفس تاثير الخبز باحساس الشبع؟ اكيد اكيد، ما هو بالنهايه النشويات، سو كمان النشويات هي حتحسسنا بالشبع. فبس نريح العالم انه ما حيصير لهم شيء اذا ما اكلوا خبز، بالعكس الواحد ما حيموت، ما حنموت اذا ما اكلنا خبز، عم نموت على الافران، عم يصير مشاكل على الافران، وفي ناس عم تموت لانها ناطرة الخبز. ففينا نستبدل الخبز ونعيش حياتنا طبيعي، يعني هو الامن انه نستغني عن الخبز. مزبوط. هلا هلا اذا بدائل الخبز كثيره وهنالك ما هو صحي اكثر، فهل إعادة النظر بأطباقنا اليومية قد تكون سبيلاً بتخفيف الطوابير في هذه المرحلة الخانقة؟